بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ازيكم عاملين ايه؟ امبارح كنا بنتكلم في قرارات مجلس الشعب اللي هي ألزمت بيها الشركات النقل الذكي عشان خاطر تنفذها خلال 48 ساعة، واحنا أيدنا القرارات دي وقلنا يا رب تمشي صح ويبقى الإجراءات سهلة والدنيا سهلة بالنسبة لنا، ويلزموا الشركات بس ببعض الحاجات اللي هي لازم تعملها اتجاه تراخيصها مع الدولة. فيا رب الموضوع يعدي عشان الموضوع بقى رخم قوي. لسه حد بعت لي فيديو النهارده الصبح، واحده واقفه مش عارف على المحور ولا محور الضبعه ولا ايه، وبتقول الكابتن مش عارف وقفني وعاوز يتحرش بيا وخد حاجاتي، وحاجاتها موجوده قدامها، شنطها موجوده قدامها، والشنط دي بتكون في شنطه العربيه، وخدها ومشي ومش عارف قال لي العربيه سخنت وفتح حزام البنطلون عشان عندي سكر. طب يمكن الراجل عنده سكر، سيبك من ده كله، طب انت ما صورتيش العربيه ليه؟ الراجل ده اتحرش بيكي ولا عمل لك اي حاجه؟ طب فين السكرين شوت من الرحله؟ اي حد يكون معاه سكرين شوت من الرحله فيها صوره الكابتن، فيها نوع العربيه، فيها الكلام ده كله؟ لا، هو ما فيش اي حاجه من الكلام ده، واصلي قال لي عندي سكر. طب افرض الراجل كبير فعلا وعنده سكر، اتزنق حصل له اي حاجه، ولا هي ترند كله عاوز يركب الترند؟ ما فيش حد عاوز يسيب الترند، كله عاوز يركب وخلاص. فانا بصراحه بقول يا جماعه ركبوا كاميرات. انا عن نفسي سالت النهارده وبحاول ادور ان انا اجيب كاميرات. يا عم في ايه ده؟ الموضوع بقى ايه؟ بقى زي السكينه في الحلاوه، كله بيتبلى على كله، يلا في ترند ونركبه كلنا، يلا بقى موضوع الكباتن دول وحشين، ويلا كله بيتحرش وكلهم متحرشين، ده حتى الراجل بتقول لك عنده سكر وخد حاجاتي، يعني الموضوع مش راكب على بعضه. فربنا يعديه على خير. احنا بس عاوزين نتكلم ان في بعض الكباتن اليومين دول موقفين شغل، الناس بدات توقف شغل خوفا من اللي بيحصل، الناس بتتبلى على بعض، دي اول حاجه. ثانيا موضوع مجلس الشعب ما جابش سيره الكابتن خالص. طب انتوا دلوقتي القوانين اللي شغاله دي هتعمل تامين صحي للكابتن؟ الله اعلم. هتعمل تامين للحوادث او ضد الحوادث للكابتن لو لا قدر الله حصل له اي حاجه، هو مات، عربيته اتكسرت، حصل له اي حاجه، اتسرقت عربيته، حد هيعوضه بحاجه؟ القوانين الجديده دي حد هتعوضه باي حاجه؟ الله اعلم، مفيش اي كلام عن الموضوع ده. الكابتن ملوش اي لازمه وملوش اي قيمه، يجي واحد يمشي الف واحد. ففي دعوات من الكباتن اليومين دول عاوزين يوقفوا كل الابلكيشن، مش ابلكيشن واحد، وفي ناس وقفتهم بالفعل، وقف شغل. طب انتوا دلوقتي الكابتن ده المرور هيقف معاه، او المرور هيقول له انت رايح فين وجاي منين، او يوقفه في المطار وياخد منه اي فلوس، او يعمل له استخدم السياره في غير الغرض اللي هي جايه فيه؟ كل ده تساؤلات كتيره جدا احنا مش عارفين لها اي اجوبه. وهل يا ترى هيحلوا للكباتن موضوع اثبات الدخل ده؟ يعني في ناس كتيره بتحاول تعمل حساب بنكي عشان تاخد فلوسها من الشركات، او يكون معاه حساب بنكي يحط فيه فلوس، يعمل فيه اي حاجه، يعمل بيه اي مصلحه، فيقول له لا احنا عاوزين اثبات دخل، يروح للشركات بتاعت النقل الذكي يقول لهم انا عاوز اثبات دخل، يقول لهم انت مش شغال موظف عشان اديك اثبات دخل. يا ترى هيكون في اثبات دخل للكابتن؟ هنبقى عارفين نعمل حساب في بنك؟ هنبقى عارفين نعمل اي حاجه؟ هيبقى لنا اي مستحقات؟ الله اعلم. فياريت حد فاهم او حد تبع الحكومه، حد من الاعلام يرد علينا في القصص دي. الكابتن ايه موقفه من الاعراب؟ يعني هيعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ الناس اللي عماله كل شويه تقول لك اصل الكابتن عمل، اصل الكابتن سوى. انا عن نفسي والله هركب كاميرات قريب، بصراحه غلط الموضوع ده. انا مش هشتغل اليومين دول من غير كاميرات، المفروض نركب كاميرات اليومين دول، بس بنحاول ندور على حاجه نظيفه. يا عم ركبها على حسابي، بس ما حدش يقول عمل ولا سوى، كل حاجه متسجله في الكاميرات وما حدش يقدر يفتح بقه في اي حاجه. حتى في كابتن لسه بعت لي امبارح بيقول لي ان هو عمل زي استبيان من الناس اللي بيركبوا مع 10 ركبوا معاه ولا حاجه، بيقول لي بقى بدات اسال الناس على موضوع الكاميرات ترضى ولا لا، قال لي في ناس موافقه بتقول حاجه كويسه جدا، وفي ناس بيقول لك لا انا مش عاوز كاميرات، انا ليه حد يصورني، انا ليه مش عارف ايه. المفروض بجد موضوع تركيب الكاميرات دي حاجه حتميه ولازم عشان ضمان حقي وضمان حق العميل اللي راكب معايا. ويا ريت بس حد يبص لنا في القصه دي، حد يعرف موقفنا من الاعراب ايه. الناس بدات توقف شغل، احنا مش عارفين نشتغل، الموضوع بقى صعب جدا. فيا ريت حد بس يلقي الضوء على الموضوع ده من الاعلام اللي هو يعني ماشي مع الترند وعمال يقول بصوا بتوع اوبر بص ايه والقوانين لازم وده ماشي، القوانين اللي انتوا حاطينها كويسه، بس يا ترى هتطبق ازاي؟ ويا ترى موقف الكابتن من الاعراب فيها ايه؟ بس انا حبيت بس ايه النهارده حد بعت لي الفيديو ده، فحبيت اعقب عليه واقول لكم يعني الموضوع بقى رخم جدا اليومين دول. موضوع النقل الذكي شكله هيقفل في مصر، والناس بقت قرفانه والعملاء مش عاوزه تركب يعني الحمد لله على كل حال. اهم حاجه لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله ابعتها لنا وقول لي رايك في الموضوع اللي انا بتكلم فيه، وايه المفروض يعملوا ايه للكابتن عشان خاطر يشتغل بامان في الوقت اللي احنا فيه ده. وقبل ما نقفل الفيديو بنعمل ايه؟ بنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.